وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الشيخ مي بنت محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية أهلا بك في نشرة الثالثة بداية ما هي أبعاد التعاون بين المركز الوطني للتحريات المالية ومركز استهداف تمويل الإرهاب طبعا تأتي شراكتنا مع مركز استهداف تمويل الإرهاب من خلال عضوية مملكة البحرين في المركز إيمانا بأهدافها الرامية لتنسيق العمل بشان تحديد العقوبات المشتركه وغيرها من الاجراءات ضد الاعمال الارهابيه بكافه اشكالها. وذلك من خلال عقد ورش عمل بالتعاون مع المركز. ولا سيما بان مملكه البحرين تولي اهتماما كبيرا لهذه الشراكه والتي تاتي من ضمن خطط المملكه الاستراتيجيه والهادفه لحمايه الامن الاقتصادي الوطني والمساهمه في تعزيز منظومه الشبكه العالميه في ذات الشان. ما هي ابرز نتائج ورشه العمل ورشه عمل التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول؟ نعم يهتم هذا النوع من ورش العمل والتي تعقد بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الارهاب بتطوير الكوادر العامله في مجال حظر ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الاصليه ذات الصله وكما نؤكد على النتائج الايجابيه والدروس المستفاده من اقامه هذه الورش والتي تعود على تعزيز المنظومه الوطنيه والدوليه ونتطلع للاستمرار في بذل الجهود للتصدي لتلك الجرائم الماليه والتي تعد مسؤوليه مشتركه بيننا جميعا كدول اعضاء. نعم الشيخ امي بنت محمد الخليفه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات الماليه بوزاره الداخليه شكرا جزيلا لك.